قبل ما نبدأ الفيديو حابة أشكر مستر ياسر ومستر خالد مدير فرع 24 الزيتون شارع نصوح، وحابة أشكر كريم في قسم الرجالي، وحابة أشكر طبعا خالد في قسم الحريمي وعبد الرحمن في قسم الحريمي وبودي، وحابة أشكر طبعا مدحت اللي أنا على طول بغلط في اسمه اللي هو أصلا اسمه مجدي، وحابة أشكر طبعا فاطمة، وحابة أشكر علا ورانيا وجاسمين السورية، وحابة أشكر كل البنات وكل الستاف. طبعا بجد انا كنت مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم، بجد شرف ليا كبير قوي، وباذن الله باذن الله مكمله معاكم العروض بتاعتكم لاخر السنه، ويا رب يا رب دايما موفقين، لان انتوا بجد ستاف طيب ومحترم وتستاهلوا فعلا الدعم وتستاهلوا فعلا نوصل صوتنا لكل الناس، وحبيت بس اشكركم. صباح الخير على حسب توقيت اللي بيشوف معانا الفيديو. انا دلوقتي زي ما انتم عارفين مدام واقفه مع المستر ياسر يبقى اكيد في محل شعبان. انا في محل شعبان عشان اكمل بقيه العروض اللي موجوده عندهم لحد نفاذ الكميه. احنا صورنا الاطفالي وصورنا الحريمي لهدوم البيت، وصورنا كمان الشوزات عندهم والشنط الرجالي والحريمي، وصورنا كمان الاطفالي قسم الاطفالي اللي هو من اول حديث الولاده لحد السن المحير. ودلوقتي احنا هنكمل معاكم بقيه العروض في الحريمي في الملابس الخروج، هنشوف ايه اللي موجود عندهم رخيص وغالي الاثنين عشان الناس لما تروح تعرف هتشتري ايه. واستاذ ياسر بنفسه كان لازم يكون متواجد معايا عشان في اسئله كتير جدا جات لي بخصوص الناس دي بتبيع قطعي وجمله ولا قطعي بس، عشان في ناس كانت عايزه جمله. السؤال الثاني اللي جالي برده ان في ناس راحت بعض الفروع قالت لي انا مش لاقيه الحاجات اللي انت صورتيها في الفيديو اللي انت صورتيه. انا طبعا بزور في 24 شارع نصوح في زيتون، ففي ناس راحت فروع تانية بتقولك انا ما لقيتش اللي انتوا صورتوه، تمام؟ فانا دلوقتي معايا استاذ ياسر عشان يقول لكم ايه اللي هتلاقوه في الفروع الست فروع بتاعتهم ومش هيبقى موجود في فرع تاني. استاذ ياسر ترد علينا لو سمحت في موضوع الفروع اللي هي اللي موجود هنا ومش موجود هناك في الفروع التانية. تمام يا فندم. طبعا احنا بالنسبه لسلسله محلات شعبان احنا في فروع طبعا فيها قسم الاحذيه وفي فروع ما فيهاش. الفروع اللي موجود فيها قسم الاحذيه فرع الهرم وفرع الجيزه وفرع 6 اكتوبر وفرع زيتون، اما وسط البلد ومدينه نصر ما فيهاش احذيه. دي هيبقى فيها احذيه قدام ان شاء الله باذن الله. يعني ولا احذيه حريمي ولا رجال؟ لا ما فيهاش قسم احذيه خالص، بس ولا شرط في الموسم الجاي ان شاء الله هيبقى فيها احذيه وشنط في كل حاجه. اللي هم الفرعين دول الوحيدين اللي ما فيهمش خالص ولا احذيه. تمام تمام. مدينه نصر وعباس عقاد، مدينه نصر وعباس عقاد ووسط البلد. يبقى كده يا جماعه عشان بس نبقى فاهمين، يبقى الكلام ده موجود بس في 4 فروع، الفرعين التانيين مش موجود فيهم قسم الاحذيه والشنط، الا وهم عباس عقاد مدينه نصر والفرع التاني اللي هو في وسط البلد. تمام كده، دي اول حاجه. تاني سؤال اللي هو موضوع القطاعي والجمله، هل انتوا عندكم فعلا جمله عشان سواء بقى ممكن تبعتوا شحن لجوه مصر او بره مصر؟ تمام، احنا عندنا طبعا الجمله دي بترجع بقى للمكتب والاداره طبعا، وفي جمله وفي قطاعي في كل حاجه. المكتب ده عنوانه 85 شارع خالد المرسلين متفرع من شارع الهرم، الدور الاول. الدور الاول تمام، وممكن من خارج مصر وداخلها ممكن في اي وقت في شحن، يعني جوه مصر وبره مصر. مصر بالظبط كده. تمام بالزبط. حلو قوي كده. عموما احنا هنسيب لكم الفروع كلها في اخر الفيديو متصوره، وهنسيب لكم طبعا ارقامهم عشان اللي عايز يتواصل معاهم، وهنسيب كل حاجه في الكومنت المثبت وصندوق الوصف، وتابعوا معانا بقيه العروض دلوقتي حالا اللي هنبتديها ان شاء الله بالنسبه للحريمي. العرض ده موجود امتى استاذ ياسر هيقول؟ احنا اتفقنا لحد نفاذ الكميه، لان احنا كل يوم انا بلاقي في عروض عندهم اصلا، يعني العرض موجود حتى نفاذ الكميه زي ما قلنا في بقيه في الفروع. الكلام ده موجود على الفروع كلها، يعني العروض موجوده متوفره يا جماعه، سواء حريمي اطفال رجالي شوزات شنط لحد نفاذ الكميه. لو هم هيوقفوا العروض انا هطلع هقول هم وقفوا العروض او وقفوا الخصم. تمام كده، ويلا بينا نكمل بقيه العروض بتاعه. نكمل معاكم العروض الحريمي. طبعا انتوا عارفين ان احنا قبل كده اخذنا خلاص الاطفالي والرجالي العرض ده بيبدا من 35 جنيه، اللي هو البسط ده. احنا بيبتدي الاسعار عندهم في الحريم من 35 جنيه، بعد كده في اسعار ثانيه مختلفه. تمام، بس احنا نشوف الحاجات اللي موجوده هنا ب 35 جنيه عشان الناس ما تقولش ان هم بيروحوا على الفاضي او ايه، مش بيلاقوا حاجه عدله. ب 35 دي ب 35 تمام، اطفالي بقى بناتي على حسب الجسم، يعني دي برضه ب 35. طلع لكم الكم عشان الناس ما تقولش كان طلع الكم وكده. تمام،
الحاجه دي في منها قطن وفي منها صوف، مش كلها اصواف، مش كلها شتوي يعني. في حاجة زي كده برضو، تمام؟ 35. ويلا نكمل بقى في الباسكت اللي وراه، عشان طبعا مش هنقدر يعني نطلع الألف قطعة اللي موجودة. هنكمل في الباسكت اللي وراه، تعالوا يلا معانا نشوف ايه الباقي اللي موجود في عروض. نبتدي دلوقتي العروض اللي هي في الباسكت ابو 55 جنيه، وتعالوا نشوف مع استاذ خالد هيجيب لنا نماذج شويه منها، وبعد كده هنشوف بقيه العروض الثانيه. استاذ خالد لو سمحت ورينا بقى قطعه قطعه بعد اذنك، اللي انت ماسكها في ايدك دي ب 55. وريني لو سمحت حضرتك القطعه الثانيه دي. ماشي، ايوه حلوه دي جدا ب 55 برضو. لو سمحت ورينا برضو قطعه ثانيه بعد اذنك. طيب دي اسود ساده ب 50 جنيه برضو صوف يا جماعه. ورينا يعني قطعه ثانيه، دي برضو ب 55 يا جماعه، برضو ب 55. تمام نشوف حاجه ثانيه. وريني ماشي. طب استنى بعد اذنك لو سمحت، خلينا نشوف الظهر كمان. الظهر ساده ولا ماشي؟ تمام ساده شتوي. ماشي نشوف حاجه ثانيه بعد اذنك. 55 كل ده يا جماعه، البوكس اللي هو 55 جنيه. وريني كده، ده برضو صوف يا جماعه، فيست طويل ب 55 جنيه بالتيكت بتاعه. ماشي يا استاذ خالد، خلينا نشوف حاجه ثانيه. تمام ده اخضر ساده يا جماعه، برضو صوف وساده وش وظهر يعني، وبجيوب كمان اهو. تمام كده، خلينا نشوف حاجه ثانيه. ده برضو بلوفر صوف زي ما انتم شايفين، يعني مقلم اسود في اخضر. وده طبعا يلبس لحد مثلا 65 كيلو 70 كيلو لان هو الاكرا. تمام فخلينا نشوف حاجه ثانيه. طيب البني اللي عندك ده خلينا نشوفه، ده فيست برضو كده يا جماعة، ماشي اطفالي ممكن يمشي او حد جسمه رفيع شوية، صوف ب 55 جنيه كل ده 55 جنيه. تمام كده خلينا بقى نشوف ده كمان ب 55 جنيه الاحمر. الصوف ده يمشي بناتي حلو جدا، تمام وبجيوب. ماشي خلينا نشوف التاني الاسود ده اللي معاك، ده مرسوم مش مرسوم عليه، هو في زك يعني، بصوا زي جليتر كده مرسوم بالميكي. ماشي وده صوف طبعا زي ما انتم شايفين ب 55 جنيه. ارفعوا كده شويه لو سمحت، ب 55 جنيه. ده كل يا جماعه الحاجات دي اللي هي اصلا موجوده في الباسكت اللي هو ده. فعشان بس انا حبيت اوريكم ايه العروض وايه الحاجه اللي موجوده، اهي دي يا جماعه كل الحاجات اللي موجوده في الباسكت 55، فاكيد هتلاقوا احتياجاتكم منها. فخلينا نشوف باسكت تاني كده في كام وسعره كام. شكرا يا استاذ خالد، شكرا لحضرتك. يلا يا استاذ مجدي لو سمحت ورينا. تمام دي ب 75 جنيه، اي حاجه في البوكس هنا يا جماعه ب 75 جنيه اصواف طبعا كلها. تمام دي اصواف بلوفر ب 75 جنيه، ورينا كده عشان لما انا بقول لكم بسعر الوكاله تصدقوا، يعني المحل فعلا اسعار الوكاله. وده ب 75 جنيه الدرس ده زي ما انتم شايفين قطيفه يا جماعه، شايفين اهو اظن الخامه باينه في التصوير قطيفه. ماشي تمام ده ب 75 جنيه برضو. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده برضو بلوفر ب 75 جنيه. ماشي تمام هنشوف حاجه تاني برضو، ده برضو بلوفر ب 75 جنيه حلو جدا. ماشي خلينا نشوف حاجه تاني. طب ماشي ورينا كمان وش وظهر، ده ده بلوفر. طب ماشي ورينا كمان الجزء لو سمحت، ورينا كمان حاجه تانية حلو جدا البلوفر ده، ورينا كمان ظهره ساده. ماشي حلو قوي، ورينا حاجه تانية. سيموني تمام
ده ظهره ووشه. ماشي ورينا حاجه تانية. ده حريمي برضو يا جماعه المقاسات الكبيره. تمام ماشي ورينا كده. برضو يا جماعه حريمي، كل اللي احنا بنشوفه في البوكس ده حريمي ب 75 جنيه. ماشي تمام كده. في حاجه تانية، البني ده اللي احنا شايفينه، وابقى اشوف البني ده ايه برضو نبقى نصوره. ماشي هات هات دي كده، حلوه جدا دي، شكلها حلو قوي الباريسي دي، رائعه ب 75 جنيه برضو يا جماعه. دي برضو ب 75 جنيه. هتهلى تاني كده من الوش لو سمحت بعد اذنك عشان اركز لهم بس على الشكل والخامه. بصوا يا جماعه الخامه عامله ازاي، يعني بجد حلوه. شكرا لحضرتك. ورينا كده في البني ده، البلوفر البني ده جبناه تمام. احنا حبينا بس نوريكم عينات، هنكمل معاكم بقيه الحاجه اللي موجوده الاعلى بقى ثمنا. تمام خليكم مكملين معانا. شكرا لحضرتك. الحاجات بقى العاليه شويه اللي هي تيشرتات الصوف بكلام مبطنه، بكام التيشرتات دي؟ حاجه زي دي كده عامله 155. ودي الوانها يا جماعه، دي الوانها كلها اهي ب 155 تمام. خلاص تمام هم عارفوا. وقول لنا كده كمان تاني لو سمحت 125. ودي الوانها كلها ماشي 135. 135 كلها بشكل اهو تمام. الوانها كلها، ودي الوانها كلها تمام. 155 ب 155 اللي في ايدك دي، وده كل الوانها الالوان. معلش نركز بس على الالوان شويه عشان الناس تعرف تتاكد. تمام دي كل الالوان بتاعتها يا جماعه. 155 ب 155 الفيله ماشي كل الوانها. اجي لك انا بقى على جنب عشان اشوف بس الالوان دي كلها الالوان بتاعت الفيله. ماشي واللي ده برده 145، ده ب 145 ماشي. وده كل الوان تمام. تسلم ايدك ماشي. ده كم ب 155 ماشي. الوانه ايه؟ الاحمر والزهري والاصفر والرمادي والسماوي والبستاج والاسود صح كده. ماشي تعالى بقى نشوف السويت شيرتات دي اسعارها كم. السويت شيرتات دي اسعارها كم؟ ب 149 ماشي. دي الوانها، دي بتلبس لحد كام بس لو سمحت؟ دي تلبسها لحد 2 اكس. هي متبطنه فرو من جوه، انا ملاحظه اللي هو انا لقيت حاجه كمان فرو من ورا، يعني لقيت حاجه في الاحمر كده فيها فرو كمان هنا، بس حلوه جدا. ودي ودي ماشي، دي حلوه قوي. طب واللي جنبها واللي جنبها كم؟ 165 ب 165 ده الفرو. ودي الوانه كلها ب 165 يا جماعه كل ده فرو. هو هيفتحها حتى اهو. في منها لحد كام اكس؟ 2 بتاعه 2 اكس دي برضه لحد 2 اكس. بصوا الفرو، بصوا جنبها يعني تحفه. ودي بقيت الوانها، الكابيشون بتاعها فرو. ودي الوانها اللي هو الكحلي والنبيتي والاصفر والروز. ودي بقيت الالوان برضه. ودي بقيت الالوان الجاي الثانيه، الكحلي والزيتي صح كده، لحد 2 اكس متوفر المقاس 165. ماشي نشوف اللي بعديها. طب لو سمحت بكم سعرها؟ ب 175. بصوا يا جماعه السويت شيرتات دي الطويله دي ب 175، دي تلبس لحد مقاسات كم؟ 2 اكس. كل اللي تحت ده 2 اكس. ودي الوانها يا جماعه شايفين، دي الوان الاحمر والرمادي والكحلي والاسود والبستاج تمام، او الفيروزي ده تمام. ورينا بقى ده برضو كام؟ ده 155. ده 155 لحد 2 اكس برضو. ودي الواناته كلها ماشي. واللي جنبه 155 برضه. 155 بقيت الوان ماشي، بقيت الالوان كلها اهي من الجنب ماشي يا جماعه عشان بس تبقوا عارفين الالوان. وده برضو نفس القصه، لو 175
ده الموديل اللي هو بتاع 175 كلها موديلات مختلفه في السويتشيرتات عشان بس تبقوا عارفين. وفي موديل تاني سويتشيرتات خلينا نشوفها. طيب ب 95 95. طب نهدي بس عشان خاطر نشوف الالوان. دي الوانها اللي هي النبيتي النبيتي والكحلي. النبيتي والكحلي والابيض هناك. ودي بكم؟ ده برده 115. الساده ده 115. ده مش متبطن يا جماعه، ده عادي عامل زي الخريفي كده 115 تمام. وده ده متبطن ميلتون. انا لاقيه متبطن ميلتون. متبطن ميلتون ده من ماشي. كم؟ ده عامل 99. 99 جنيه. الوانه ايه بقى؟ الابيض ورينا كده اللون الابيض. شيلنا الاحمر ده من بس عشان نشوف شكله عامل ازاي. ده ما شاء الله انا شايف ان هو بيلبس لحد 2 اكس يمكن 3 كمان. في منه دلوقتي منه كبيره تلبسه كبير. ده في منه مقاسات كبيره. في منه مقاسات كبيره مش كده؟ تمام. وده 185. ده سعره 185 ماشي. وهو كمان اللي ورا تمام. ده نزل عليه خصم ب 125 بدل 155 تمام. اللات اللي هي فوق دي متبطنه بكام؟ 275. احنا مش عارفين طبعا. نبص كويس عشان اللمبه. ماشي كده. انا كنت عايزه اجيب المجموعه كلها فوق عشان يعرفوا اللي هي ب 275 ليه، يعرفوا بس البطانه عامله ازاي من جوه قد ايه. بصوا يا جماعه تخينه سميكه جدا. شايفين عامله ازاي؟ بصوا سميكه جدا جدا. حتى الكابتشو برده سميك جدا جدا. ايوه دي برده عشان خاطر. ده بكم؟ 275. ب 275. خلينا نشوفه بس من جوه. افتحوا لنا كده واحنا معاك بقى فرصه. انت بقى اللي تمسك وتفتح ورينا كده. اه بصوا يا جماعه شايفين؟ شايفين متبطن ازاي من جوه؟ فعشان كده هو ب 275 بس يستاهل والله العظيم. بصوا عامل ازاي؟ بصوا تقيل جدا. حتى الكابيشون بصوا عامل ازاي ب 275. ودي كل الواناته. دي بنادي طبعا صح؟ اه ده حريمي كله. ده حريمي كله. بصوا يا جماعه الالوان بتاعته. انا عايزه اجيب لهم بس يا مجدي لو سمحت الالوان على قد ما اقدر. اه هقفلك بقى من الجنب كده عشان بس الالوان تمام. الاحمر بصوا يا جماعه الاحمر والابيض ماشي. هي الاضاءه بتاعه الكاميرا عندهم، الاضاءه عندهم عكس الكاميرا معايا، بس انا بجيب لكم ده الكحلي وده الكحلي. وهنا بقى المستردة اللي هو 275 برضو. المستردة في منه يا جماعه الفوشيا وفي منه الاسود بس مش شايفه الوان تانية. هم دول بس نفس الموضوع برضو متبطل من جوه عشان كده ب 275. بصوا اهو شايفين البطانه من جوه عامله ازاي اهو يا جماعه. بصوا متبطل من جوه ازاي، تقيل جدا 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 ب 275. وده الوان برضو يعني الستايل ده القصير ده الفوشيا والروز، الفوشيا والبني والاسود والكحلي والروز والابيض والنبيتي والرمادي. ده الستايل اللي هو بتاع ده عشان كل ستايل مختلف زي ما انتم شايفين. هناخد بقى القسم اللي هو اللي فيه جنسات. انا شايفه ان فيه مجموعه حلوه قوي من الجنسات الموجوده عندكم وكمان سويتشيرتات وبلوتس تحت. خلينا نشوف السويتشيرتات الجنسات دي بتبدا من كام لو سمحت. 99. الجنس ده ب 199 جنيه. كل المقاسات لحد 2 اكس. كل المقاسات لحد 2 اكس. واللي جنبه نفس القصه 245 تمام. واللون الاسود منه ب 245. بكم؟ ب 225 ماشي. تمام. الفاتح بتاعه والغامق صح كده؟ ده الفاتح بتاعه اهو عشان بس متبطن فرو من جوه. طب لو سمحت احنا لازم نقول لهم المعلومه دي عشان يبقوا عارفين ليه السعر عامل كده. يعني مش اللي هو يعني لا 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 انا وبالنسبه لهم بقى في ناس بتعترض كمان على السعر، بس انا عايزه افهمهم ان ده كمان متبطن من جوه وسعره كده. وعمرهم ما لقوا الخامات دي بس حلوه جدا. بس ده مش متبطن. ده مش متبطن. وده كمان برده مش متبطن. هو ده بس اللي متبطن. وسعره كام؟ 225. 225. واللي جنبه عادي ولا متبطن برده؟ لا عادي. ده عادي مش متبطن. سعره كام؟ 250. واللي تحت دول تحفه جدا. ده 295. ده 295. الواناته ايه بقى؟ انا شايفه ان هو بيلبس لحد 2 اكس مكتوب عليه صح؟ الاصفر اه لحد 2 اكس. اه والروز والبيج صح كده ماشي. والتانيين بقى بكم؟ 295. متبطن فرو والالوانات بتاعته اهي يا جماعه. بصوا البيج اهو والاسود والموف
والروزي الروزي برضه صح كده؟ تمام تمام. هنا ده بقى كام سعره؟ ده ب 350. ده جبردين في جنس. ده جبردين في جنس. ودي الوانه الاحمر والاسود والزيتي والكشمير والكشمير كام ده لو سمحت؟ والروز ده 299 الكارو ده، وده كل الوانه كل الوانه الروز والاصفر والموز. اللون الموز ده لون غريب او الفيروزي. الفيروزي تعالى هاخد كده لقطه. هو متبطل من جوه ولا عادي؟ بطل ميلتون. انا شايف ان هو متبطل ميلتون صح، متبطل ميلتون. تمام هنشوف. طب تعالى بقى نشوف بقيه المجموعه الثانيه. هنبتدي بقى جواكت البامب معاكم. ارخص حاجه عندهم سعرها كام لو سمحت؟ بيبدا اول حاجه القط ده. بس هي كان في 3 ارباع الاسعار دي لسه منزلين في اسعارها. تمام عليها خصومات. ده كان ب 155 فنزلناه 125. يعني ده كان ب 100 55 نزلته لحد سعر كم؟ 125 ب 125. تمام واللي جنبه 95 جنيه بكم؟ 195. ماشي 255 200 وكم؟ 255. تمام ده 255 صح كده. مفيش منه الوان، هو الاصفر وال كان في منه الوان بس خلص. ماشي خلينا نشوف الباقي. هو ايش جه في السؤال الاول؟ هو كم؟ 395 قبل الخصم، 325 بعد الخصم. يعني دلوقتي ده عامل 325 بعد الخصم. ماشي اللي جنبه كم؟ ده برضه 395 325. القط هو ده قط صح؟ ده القط بتاعه. ده القط. اخر حاجه سعر كام بعد الخصم؟ 325 بعد الخصم. ودي الواناته صح كده، اللي هو في بالنسبه للكحلي اللي هو الاولاني. الواناته مقاسات كتير قوي. ومقاسات كبيره. لحد 2 اكس. لحد 2 اكس؟ ماشي خلينا نشوف الحاجات دي كمان. حاجه زي دي كده بام 325. 325 واللي جنبها 295. ب 295 الاسود والجينز ده الطويل 425. ماشي وده 295 وده 295. تمام 295 وده اللي هو الهافان ده 295 اللي هو او البيش ب 295. تمام وده الرمادي ده ب 200 ب 255. زارة. طب خلينا نشوف بقى اللي هو زارة بقى. نزله لنا ده، ادهولي ده عشان الناس تعرف ان انتوا عندكم ماركات كمان. بصوا يا جماعه زارة اهو ب 205. انا هركز لكم بس اعمل لكم زوم ب 255. تمام كده اهو السعر ب 255. الجاكيت زارة ب 255. فرع حدائق الزيتون شعبان للملابس، فرع حدائق الزيتون. تمام تسلم ايدك. ورينا بقى اللي جنب حضرتك. ده 295 ب 295. تمام اللي تحت بقى اللي تحت ده 295 برضو ب 295. ماشي ده 325 وده 325. الواناته ايه؟ دي الواناته. ماشي ده 295. ده اللي ده على فكره ماركه برضو. اونلي يعني ده اونلي ولا ده اللي اصل في ماركه تانية اسمها ده اللي برضو. فخلينا نركز عليها بقى. قول لي. طب ما تقول لي يا جماعه اللي فيه بقى جوخ ما معروف. دي الواناته اللي موجوده. بس دي انا شايفه ان هو بيلبس مقاسات كبيره صح؟ لا في منه مقاسات كبيره. ده ب 295. 295 تمام. والماركه دي برضو خلينا نشوفها كده يعني. انا ما صورتهاش دي فخلينا نصورها. دي عامل كام؟ 295 ب 295 الابيض ده صح؟ هو مش ابيض، هو اوف وايت يا جماعه. يعني هو اوف وايت 275 وخلاص. او احنا اخدنا ده كمان الاسود؟ لا لسه الاسود كام؟ 295 برضه ب 295 الاسود ده. ماركه اسمها اسوبو. ماركه اسمها اسوبو. اسوبو خلينا نركز كده فيها عشان اسماء الماركات انت عارف كتيره جدا لا تعد ولا تحصى، وانتوا ما شاء الله عندكم كتير منها. فخلينا بقى نشوف ده كمان ايه. 425. 425 الواناته ايه بقى؟ في الزيتي ده حاجه اسمها واي براند. والبيج. البيج الغامق بتاعه. الزيت الغامق والزيت الفاتح والبيج الغامق والبيج الفاتح صح كده؟ تمام. وده بقى 255. 255 اللي هو جاكيت البامب ده. وده دي كل الوانه الرمادي. في حاجه عندكم لحد اكس لارج؟ المجموعه كلها في اكس لارج بس في مقاسات اكبر من كده برضه. يعني في حد مثلا حاجه كبيره زي 2 اكس 3 اكس لارج لحد في 3 اكس لارج موجوده زي فين؟ الموديلين دول لحد 3 اكس لارج صح كده؟ تمام.
احنا طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين في قسم البلوفرات، عايزين نشوف البلوفرات عندهم بتبدا من كام وايه بتخلص لحد كام، سعر كام. لو سمحت بعد اذنك خالد قول لنا الاسعار عندك بتبدا من كام البلوفرات؟ من 195. تمام، يعني دلوقتي الاسعار عندك بتبتدي من اول 125 لحد 295. لحد 295 صح كده، ودي من اول هنا. طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين هم عندهم قولي وعندهم فرمودا وعندهم حاجات كتير جدا جدا جدا، فاحنا هنمشي بالكاميرا وهنشوف ايه الاسعار برضو اللي موجوده. درست زي كده عندهم كان سعره لحد طبعا 2 اكس بس تحفه جدا جدا جدا، وهو كان لون الاسود منه وكان لون الزيتي، وكان اللون اللي هو بصوا الزيتي والاسود والجنزاري زي ما انتم شايفين. الدرس ده يا جماعه ب 195 اللي انتم شايفينه ده اللي هو الجنزاري، تمام. الكرتيجان اللي انتم شايفينه ده اللي هو الرز في مقلم ده، ده سعره 175 اللي انتم دي الواناته عشان بس الناس تبقى عارفه، دي الواناته كلها تمام. ده ب 95 جنيه اللي مع خالد ده يا جماعه، ده كاب ب 95 جنيه ماشي. خلينا بقى نشوف بقيه الحاجه. بصوا البلوفرات اللي عندهم بس هي دي عشان بس الناس تبقى عارفه لما هيجوا هيلاقوا ايه. الاسعار بتبتدي من 125 و155 و195 لحد عندكم 295. خلينا برضو ناخد شويه كده من البلوفرات اللي موجوده عشان بس لو حد عايز يجي يصور ويشوف برضو الحاجه ويعرض ليهم يبقى عارف الاسعار اللي هتبقى موجوده ايه هي، ولو حد كان عايز. تمام، هي دي بس الحاجات اللي هتبقى موجوده عندهم. البلوفرات في منها الساده وفي منها مضلع زي ما انتم شايفين، بحاول اجيب لكم على قد ما اقدر بس عشان الاضاءه عكسه معانا هنا ماشي. وهنا برضو زي ما انتم شايفين الاسعار 155 175. بصوا اهو نفس القصه 240 جنيه اللي هي الحاجات اللي هي الكرتيجان دي ب 195 تمام. يا رب الفرع يكون عجبكم والتصوير يكون عجبكم، ومستنيين طبعا كومنتاتكم واقتراحاتكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واي حاجه انتوا عايزينها مننا تحت امركم.